الناس كامله اللي جايه لاوروبا باغا تبقى هنايا في اوروبا، باغا تصاوب الاوراق وباغا تحسن بالوضعيه، خصكم تفهموا واحد الحاجه، لان انا براسي ما فاهمهاش. شنو هي هذه الحاجه؟ الحاجه هي ان كيفاش غادي تصاوب الاوراق في هذه البلدان اللي كاينين في اوروبا؟ كاين بزاف ديال البلدان، كاين اسبانيا، كاين فرنسا، كاين بلجيكا، كاين الالمان، كاين الطاليان، وزيد وزيد وزيد. دابا هاد البلدان كاملين فاتحين الوراق، منهم اسبانيا، منهم فرنسا، منهم ايطاليا، مازال بلجيكا ما فتحاش الوراق، وكذا وكذا وكذا. كاين المانيا فيها القرايه عن طريق الدراسه، وكاين البرتغال، كاين. دابا حنا غنهضروا من غير البرتغال، غنهضروا على الدول اللي من اسبانيا وطلع الفوق، هاد الدول فاتحين الوراق، يعني كيقول لك اسيدي لا ريغولاريزاسيون دي سون بابي. ولكن انا الحاجه اللي ما تفهمتليش هي هذه. دابا هاد الناس كاملين اللي كيمشيو لهاد البلدان، هاد البلدان فاتحين تسويه الوضعيه، وكيقول لك جمع لينا الدلائل، ولا جمع لينا لي فيش دو بي، ولا شهاده السكنه، وكذا وكذا وكذا، وكيقول لك باش تصاوب اوراقك. في حين انه متوا هاد البلاد ما تقدرش تجلس فيها ليغال. يلا شي واحد يفهمني هاد اللقطه، ما فهمتوش؟ انا نفهم. مثلا مشيتي اسبانيا كتقول لك دير لي شهاده السكنه، ما تكونش مزوره، ما تكونش هادي، ما تكونش هادي، ابخي واحد 3 سنين غادي تصاوب الوضعيه ديالك عن طريق الريغو سوسيال. ولكن في حين انك ديك 3 سنين غتبقى انت ايليغال بدون اي وثيقه رسميه باش تبقى ليغال تما. انا هذه اللي ما تفهمتليش. وزيد لها فرنسا، حتى فرنسا كتقول لك الشريف الا جلستي عندي هنايا 3 سنين وجمعتي 24 فيش دو بي، ولا 5 سنين مع 8 ديال فيش دو بي، تقدر تسوي الوضعيه ديالك عن طريق العمل. وكيفاش تقدر تجلس 3 سنين ولا 5 سنين وانت ايليغال؟ شو واحد يفهمني هذه القضيه؟ هي غيدخلوني دابا الناس يقول خصك تنافيكي على راسك، وخصك تكون سبع وتكون هادي وتكون هادي وتكون هادي. الشريف حنا كنهضروا على الامم المتحده، حنا كنهضروا على حقوق الانسان، حنا كنهضروا على هادي وهادي. علاش ما فهمتش ان هاد البلدان فاتحه القانون؟ فاتحه القانون وانت تبقى ايليغال. واش كون غيفهمنا هادشي؟ جيبوا لنا غير شي واحد غيفهم لي هادشي. ايوا الا تحتي في المقله غتقلا يا حبيبي، يعطيوك الكيت وترجع. علاش هادشي؟ بغيت انا نفهم علاش هادشي. يا ايها البلد السعيد، انت فاتح قانون، من المفروض عليك دير تقنن باش هاد السيد يبقى بواحد الطريقه مؤقته ليغال حتى يصاوب وراقي نيشان. ياك هذا هو المعقول؟ ولا بالكم هادشي ماشي معقول؟ راه هذه حاجه اخرى. كيف يعقل انت غادي تدخل وتانتيغرا في لو سيستيم؟ واش عرفتي شنو هي 3 سنين ولا 5 سنين كتعيش في بلاد؟ يعني راه ولادك كبروا تما، يعني انت راه الثقافه ديالك ولات تندمج، دخلتي في الاندماج، دخلتي في الانتيغراسيون معاهم، وليتي كتمرض، وليتي كتاكل، كتشرب، كتقرا تما، كتخدم تما. وكيفاش حتى واحد النهار غادي يجي يقول لك الدفع ويقدر يعطيك الكيت ويقول لك لا ما قبلناكش؟ واش انا كنظن هذا الشيء يعني كحق من حقوق الانسان اللي كاينه في العالم انها غتقبل هذا الشيء؟ ما نظنش انها تقدر تقبل هذا الشيء. ما نظنش، انا هذا الشيء كيبقى رايي. انا كنفضل ان بلاد مثلا نمشي له، واخا على الاقل الا هو فاتح القانون يخليني نبقى ليغال، ماشي ديما مي مؤقت، تنبصم وناخذ لاكارت ديالي. علاش انا غادي مثلا نمشي ونصرف ونكونسومي ونولي بروديكتيف، يعني كنكونسومي كنخلص الضرائب وكنخلص سيكيورتي سوسيال وكندير وندير وندير، في الاخير يجي واحد النهار يقدر يعطيني الكيت. ودوك الفلوس علاش شديتيهم عليا؟ كاين اللي غيقدر يوافق الراي يقول لي معك الحق، وكاين اللي غيقول لي لا راك انت هادشي ما كاينش، وراك الشريف انا تقعد ما كاينش. تحكرش راسك، تحكرش راسك. راه المهاجرين هما لا برودكسيون ديال اوروبا. المهاجرين هما، انا بغيت غير نعرف شكون اللي كتعمر السيكيورتي، كيعمروها المهاجرين. شكون اللي كيعمر السيكيورتي؟ شكون اللي كيعمر فينونس؟ شكون اللي كيعمر المداخيل ديال؟ حنا اللي كنعمروهم، حنا اللي كنصرفوا عليهم. ما تحكرش راسك يا ايها المهاجر. هنا اللي كنجيو كنهضروا على واحد الدوله من الدول اللي هي البرتغال. البرتغال راه كيف ما كان الحال، فيها سلبيات، المعيشه غاليه، الصالير طايح، ولكن هاد البلاد هادشي اللي كنقولوا لكم وافقتني الراي فيه. البلاد حلات القانون المهاجرين، ولكن كتعطيك واحد الورقه ولا كتعطيك واحد لا شونس ولا واحد الفرصه باش تقدر تكون ليغال بصفه مؤقته وتندمج في السوق والشغل وتندمج في الحياه الاجتماعيه، ولادك يعني يدخلوا في التمدرس بشكل عادي وكذا وكذا وكذا. وهذاك المصروف اللي كترفعوا على السيكوريتي سوسيال ولا على الضرائب ولا غيتحسب لك، يعني ديك لا كونسوماسيون ديالك غادي تاخذها هي بعين الاعتبار. ماشي انت غادي تجلس في واحد البلاد اللي انت كتصرف عليها وهي ما مقيماكش، وان فان كونت كتنتظر منها الاوراق وتقدر تقمعك وتجري عليك. الشريف حنا كنهضروا معك بحرقه وبحب، وكنناقشوا معك موضوع. بغيتي تاخذوا من الناحيه الايجابيه مرحبا، ما بغيتيش تاخذوا من الناحيه الايجابيه هذا كيبقى رايي. انا كنقول البرتغال من المعيشه غاليه، السكن غالي صراحة. بغيتي تعيش ولا ما تعيش هذيك ما سوقيش، بغيتي تجي ولا ما تجيش ما سوقيش. حنا كنهضروا على تسوية الوضعية. تسوية الوضعية كتبقى لنا حنا البرتغال يعني أحسن البلدان في تسوية. علاش؟ لأن ماشي كيستيون ديال غادي تجي تعيش ولا ما تعيش، هذاك الشيء كيبقى شاكون كوتيف سون جاردان، أنت دير اللي بغيتي، حنا ما سوقناش. مي كنشوفوا أن هذه البلاد فاتحة القانون للمهاجرين كباقي البلدان كإسبانيا وفرنسا وإيطاليا وغيرها، ولكن هذه البلاد بعدا عاطية واحد لافالور للمهاجر. عطي واحد القيمه مضافه للمهاجر. انا ماشي كنشجعك نقول لك لا اجي تكون هنا ولا كري هنا ولا قري ولادك هنا ولا هنا. شوف حنا هذا كيبقى راي يا اخوت، حنا انا بغيت غير شي، وانا براسي ما لاقيش الجواب على هذا الشيء.
يعني ما ماشي باغي نقنعك مي انا اللي كنقنعك به هو انك مثلا انت كتعرف شي واحد ولا شي واحد مضرور سنين في اوروبا راه فريمون فريمون عام ونص عامين في البرتغال راه سي غيان بارابور غتضرب 5 سنين 6 سنين 7 سنين 8 سنين في البلدان الاخرى. هادشي اللي كيبان لي انايا والله اعلم كنقول انايا البرتغال من احسن البلدان حاليا في الهجره. هادشي ما كان بيان سور السؤال اللي غادي تطرحوا عليا واش نتوما اجيو نستافدوا ولا مهديو سيو بيرسونيل ديال كديروا هاد لو سيرفيس ديال لا ريغولاريزاسيون دو سون بابي. بيان سور حنا اون كولابوراسيون مع دي زافوكا معنا في المكتب ديالنا كنديروا تسويه الوضعيه بالنسبه للمهاجرين اللي سواء عندكم فيزا ولا ما عندكمش فيزا كبير او صغير راه كاين قانون تسويه الوضعيه مفتوح في البرتغال وراه هادشي ما كنظنش انه غيبقى هكا ديما ما نظنش لانك راكم تجيو نشوفوا غير ب 2019 ولا 2018 الهيستوريك اللي هنا هذاك الشيء غادي وكيصعب الى درجه لا قدر الله ما نعرف يقدر يحبس هذا الشيء راه شي حاجه اللي راه حتى هما كثر عليهم الضغط بزاف راه كاين لا شارج بزاف هنا يعني اللي ما صاوبش يصاوب. تقولوا لي راه دفعنا ورانا كنتسنى خويا شحال كتسنى الناس راه صبرت 12 عام في بلجيكا الناس راه 20 عام في فنلندا سكندوناف راه بلدان بدون امل اصاحبي انت دفعتي يلاه دفعتي البارح ما فاتش عليك حتى عام في البرتغال صبر اخويا صبر وزيد صبر مالك عمر شكاره من ديال الصبر من يتقادلك الصبر تاخذ منها شويه وكولو وزيد صبر هذه هي الغربه عليا وعليك كلشي راه صابر هنايا راه ماشي غير انت اللي صابر ايوا راه هادشي اللي قسم الله اش بغيتي هذه هي اوروبا عندك البرتغال ماكسيموم 2 تكون بالكارطه ديالك يعني بالبصمه بالتسنيه ديال الكارطه بكلشي يعني عامين هو عام ونص غيجاوبوك ما تبصم ما تاخذ لا كارط مع كذا وكذا راه اشنو بغيتي راه هادشي اللي قسم الله راه المهم هو غير تلقى شي واحد اللي يوريك الطريق الصحيح للاوراق ويوجهك ما يضيعلكش وقتك وما يضيعلكش فلوسك لان بزاف ديال الناس ملي كيجيو لاوروبا كيبقاو واحد 3 سنين هما غير كيفكروا فين غيصاوبوا الوراق كتصيبو دامج في سوق الشغل سواء في اسبانيا او فرنسا او غيرها كيخدم بدون عقل باغي كيجمع الفلوس ولكن نهار كيوقف على الوراق ما كيلقاهمش. الوغ كنقول لكم بيان سور المكتب ديالنا كاين في لشبونه كاين في باريس كاين في المغرب اجيو نستافدوا 11 اللي بغى يتواصل معنا سواء خدم عندنا ما خدمش عندنا استشارات في سبيل الله بغى يصاوب معنا نصحوه بنصائح مهمه حول سواء تسويه الوضعيه او تقرير المصير باش بنادم يعرف اش يدير يعني تكون عنده واحد التوجيه استشاره استشاره اخويا مادام ما حد حنا رانا عايشين وباقيين خدامين راه استشارات مجانيه نهار غنمشيو حنايا ولا اله الا الله. بيان سور انا كنتسنى الجواب ديالكم شكون غيجاوبني على هذا الشيء على هذا السؤال اللي طرحته عليكم كيفاش بلدان اخرى فتحت تسويه الوضعيه والمهاجر ما كيكونش فيها ليغال. بالنسبه للبرتغال ما كاينش هذا الشيء هنا واخا فتحت تسويه الوضعيه بنادم كيبقى ليغال وكتكون عندك هما وشان وتقدر دير بيزنس ديالك ودير اي حاجه. بالنسبه اللي بغى يتواصل معنا راه اجيو نستافدوا 11 خلونا ايما راه ما يمكنش نحطوا لكم النمره لاننا راه لا شارج عندنا بزاف 3000 ميساج 4000 ميساج كنستقبلوها في اسبوع راه بزاف علينا هذاك الشيء خلوا دي زيماي وشدوا النوبه ديالكم راه 90% غير كتسول وواحد 10% ولا 8% هي اللي كتخدم حتى نتوما حسنوا لنا العمر خوت وما تنساوناش بالدعوات ديالكم كان معكم هديوس في قناه مكتب اجيو نستافدوا الى فيديو قادم ان شاء الله مع السلامه.